معانا على التليفون دلوقتي معالي المستشار محمود اسماعيل امين عام مجلس الشيوخ. اتفضل يا فندم. وكنت بسأل حضرتك، هل تم التوافق بشكل نهائي على اللائحة الداخلية ولا لسه في اعتراضات على بعض المواد في هذه اللائحة؟ صباح الخير عليك معالي المستشار. اهلا، صباح الخير يا فندم. هو تم التوافق بشكل نهائي على مشروع اللائحه بالامس، ووافق عليها المجلس في جلساته العامه بشكل نهائي ان شاء الله اليوم الى السيد رئيس الجمهوريه لاحالتها الى مجلس النواب. اما الاعتراضات، او طبيعي في اي قانون بيحصل جدل ونقاشات على بعض المواد، وده اللي حصل امبارح وكانت في اضيق الحدود. طيب ايه التعديلات يا فندم اللي اجرتها اللائحه على مشروع القانون المقدم من الامانه العامه للمجلس؟ لا، هو المشروع المقدم للأمانة العامة أجريت عليه تعديلات كثيرة من خلال اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس في جلسة 18/10، لكن حصل توافق على ما بين أعضاء اللجنة على مشروع، ثم أعلنت أتيحت لكل السادة أعضاء المجلس ومنحوا 6 أيام لإبداء اعتراضاتهم. وبالفعل قدمت حوالي 308 اعتراض تم مناقشتها من خلال اللجنة، وحصل توافق في اليوم السابق على جميع المواد ما عدا أحد السادة الأعضاء قرر أنه هو يعرض وجهة نظره على المجلس، وبالفعل قد كان. طيب يا فندم، وصل عدد مواد اللائحة تقريبا طبعا بعد ما الوصول للصورة النهائية كم مادة؟ 292 مادة. طيب امتى المفروض يا فندم هيتم عرضها على رئيس الجمهورية؟ اليوم ان شاء الله على رئيس الجمهوريه، النور ترسل اليوم، هتكون في رئيس الجمهوريه اليوم على الساعه 2 ان شاء الله. وايه هي الخطوات اللي احنا في صددها بعد كده؟ ننتظر احالتها من السيد الرئيس الى مجلس النواب ليجري شؤونه فيها، يقر اللائحه ثم تصدر بقانون من السيد رئيس الجمهوريه. طب يا فندم لو تقول لنا ايه هي اللجان اللي تم تشكيلها امبارح؟ لا، هي شكلت 14 لجنه. لائحه شكلت حددت اللجان، حصلت لجان المجلس في 14 لجنه، وعملت مقارنه ما بين اللجان اللي موجوده في مجلس النواب واللجان اللي المفروض تنشا في مجلس الشيوخ. مجلس النواب فيه 25 لجنه، اختصاصات مجلس النواب اوسع بكثير، عدد اعضاء مجلس النواب ضعف عدد اعضاء مجلس الشيوخ تقريبا، فتم التوافق على ان تكون 14 لجنه. المستشار محمود اسماعيل امين عام مجلس الشيوخ، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.